اخيرا الموعد النهائي للعبة ببجي الجديده او لعبه ببجي نيو ستيت، واللي طبعا كل الناس عماله تسالني في التعليقات هي هتنزل امتى هتنزل امتى، واللي طبعا بعد ما الناس كلها شافت النسخه البيتا والنسخه الالفا منها عاوزين بقى يعرفوا ميعاد النسخه الرسميه هتنزل امتى. قبل ما نبدا يا ريت تشتركوا في القناه لو لسه مش مشترك وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش بقى اخوكم في اللايك والشير والحاجات الحلوه دي. ازيكم يا اصحابي، يا رب دايما تكونوا بخير. كده انا بقى معاكم سيف، وهقول لكم النهارده على لعبه ببجي نيو ستيت النهارده، وكل الاخبار الحصريه جدا عن الميعاد اللي هتنزل فيه اللعبه وكل الحاجات الحلوه دي. بس لو انت لسه مش مشترك في قناتي يا ريت تشترك دلوقتي وتفعل زرار الجرس عشان ده بيفيدني جدا، وما تنسوش بقى اي لايك كده وكومنت حلو منكم، يعني الحاجات دي دلع والله، بتدلعوني وانا عارف ان انتوا قدها وهتدلعوني. خلاص الشركه اعلنت بشكل رسمي ان اللعبه هتكون متاحه نهايه شهر 9، يعني الشهر اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو كلها كام اسبوع، اللعبه هتكون متاحه على متجر جوجل بلاي او اب ستور، وتقدر ان انت تنزلها بقى سواء موبايلك اندرويد او اي او اس. وانا اتكلمت في فيديوهات قبل كده ان التليفونات اللي هتقدر تشغل اللعبه سواء كان موبايلك اندرويد او اي او اس، وكمان بصراحه بشكل عام اللعبه شكلها كويس جدا بكل التفاصيل اللي نزلت عنها في الفتره اللي فاتت، سواء مثلا النسخه البيتا او النسخه الالفا. التجارب اللي اتعملت عن اللعبه بصراحه اللعبه ممتعه جدا، وشكلها بجرافيك خرافي وتفاصيل جديده هتكون ممتعه. بس في نقطه انا نويت عنها فيديوهات قبل كده، وهي نقطه ان الناس اللي شحنه في ببجي القديمه هيكون مصيرها ايه في ببجي الجديده. يعني واحد صرف على الاكونت بتاعه مثلا $500، هل هيفرق معاه في النسخه الجديده المصاريف اللي صرفها على الاكونت القديم ولا لا؟ ولا ده هيبقى عقبه بقى وان الناس مش هترضى انها تنزل النسخه الجديده بسبب انهم بقوا مرتبطين بالاكونت اللي دافعين فيه دم قلبهم؟ بصراحه بقى انا مش عارف هيكون رايهم ايه او رد فعلهم ايه على اللي شركه ببجي بتعمله فيهم. بس بشكل عام الناس لو عاوزه تغير المود بتاعها، او ان هي مثلا زهقت من الهاكات او زهقت من تفاصيل كتيره في اللعبه ببجي القديمه، هتجرب بقى اللعبه الجديده وممكن ترتبط بيها جدا وتقرر انها تبعد عن ببجي القديمه. بشكل عام اللعبه فيها تفاصيل جديده وممكن تكون مفيده لناس كتيره جدا، يعني مثلا التريلر اللي نزل عن اللعبه، يعني مثلا اخر تريلر اللي نزل للعبه حقق نسب مشاهدات عاليه جدا جدا جدا، وكمان اكتشفنا فيها اسلحه جديده ممكن تعجب ناس كتيره جدا وتكون هي دي اللي بتدور عليه. مستني بقى رايكم في التعليقات عن الجيم بلاي ده، وتقولوا رايكم في اللعبه فعلا اللعبه تستاهل كل الضجه اللي معموله عليها ولا لا عاديه جدا، وان هي ما تستاهلش كل الضجه اللي معموله دي. يلا نبدا على طول ومشاهده ممتعه.